كان هناك تفاعل بين رجال المجلس وبين الخبراء اللي مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، وتبادلناها خطوات ايجابيه، ترقبنا نتائجها باش مش نلقى اثر لتلك الافكار ولمحتوى ذاك المشروع الذي عددناه مع بعض البعض في متن الدستور اللي قاعد يقع اعداده في المرحله الحاليه تحت قبه المجلس التونسي. ولكن وجدنا ما يؤسس الى دوله مدنيه اجتماعيه ديمقراطيه، نجمش ننكر هذا، ولكن وجدنا العديد من النواقص، وخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أنا لست بخبير في قانون الدستور، ولكن إجمالا المسودة والتي اطلعت عليها برشا دقة تحتاج إلى صياغة نهائية تكون أفضل من الصياغة الحالية. علاش اليوم نظمنا الندوة هذه ودعونا الأستاذ والدكتور مصطفى جعفر رئيس المجلس التأسيسي، دعونا رؤساء الكتل بغاية معناها باش يحضروا معنا نتفاعل مع بعضنا البعض، ان شاء الله المانع يكون خير، وان شاء الله معناها ينجموا نشوفوا مع السي مصطفى ينجموش يتحكموا بنا في درس، خاصه بعد السماع الى المداخلات والنقاشات، والوثيقه اللي مش تصدر على هذه الندوه يكونوا متفاعلين مع اعضاء رؤساء الكتل، ولكن ايضا دعونا قمنا بدعوه مفتوحه لكل يقول لي سي مودي لكل اعضاء المجلس التأسيسي. باختصار، بلادنا تندم، يلزم كل الاطراف الحزبيه تتعافى وتتنازل على مصالح الحزبيه الضيقه من اجل او تذوب مصالح الحزبيه الضيقه في مصلحه تونس. هات نوجدوا التوافقات هذه، والوقت القادم والحمله الانتخابيه ما زالت ما بداتش، وبعد فليتنافس المتنافسون. بالنسبة لنا احنا قدمنا مشروع دستور للمجلس التأسيسي والوطني التأسيسي يتضمن وجهة نظر الاتحاد العام التونسي للشغل في جميع معناها الفصول في جميع المحاور. واليوم بعد اطلاعنا على مسودة الدستور لاحظنا ان فما نقائص موجودة في هذه المسودة وتتناقض في بعض فصولها مع مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل. هذاك علاش اليوم هذه الندوة ندوة وطنية بالتشاور وبالتنسيق مع بقية المشهد المدني من أجل دفع المجلس التأسيسي لي معناها صياغة الدستور يعكس هموم الشعب من ناحية ويلبي الشعارات التي قامت عليها الثورة، وكذلك يلبي مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة في جانبه الاقتصادي والاجتماعي. شنو أهم النقائص يعني لاحظها الاتحاد في مسودة الدستور اللي تقدم في المجلس التأسيسي؟ هنالك نقائص، التأكيد على مدنية الدولة كان سطحي بالنسبة للمشروع، بالنسبة للمسودة لم يقع التأكيد بشكل واضح على ديمقراطية بلادنا وعلى مدنية الدولة وعلى أن تكون دولة ديمقراطية اجتماعية. كذلك بعض الثوابت الكونية اللي مقعش عليها معناها التنصيص بشكل واضح والتأكيد عليها في الدستور، لأن هذا الدستور مش يخدم شعبنا ومش يقود بلادنا إلى عشرات السنين، وبالتالي تلاحظ أنه هذا الجانب معناها بقدر ما هو موجود لكن زاد كذلك بقدر ما هو غير واضح. كذلك الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بالاضراب والحق النقابي، الاضراب تم التنصيص عليه بشروط مما يتناقض مع شروط الاتحاد، والاتحاد اليوم يدافع على ان يكون الاضراب بدون شروط ومصلحه بلادنا نعرفه الناس كله، والاتحاد واعي بهذا الجانب. كذلك الحق النقابي اللي زاد كيف
موجود بشكل معناها سطحي ماهوش معمق، إضافة إلى بعض الجوانب ذات الطابع الاجتماعي اللي اليوم في الندوة سيقع تدارسها، وبالتنسيق قلت مع بقية مكونات المشهد المدني والسياسي والكتل النيابي نأمل في التوافق مع بقية الأطراف الأخرى إلى إيجاد دستور بالفعل يخدم شعبنا ويخدم بلادنا. مبادرة الاتحاد أنا شخصياً نعتبر أنها فيها أفكار جيدة، والاتحاد مش غريب عليها أنه يقدم أفكار جيدة باعتبار الكفاءات اللي موجودة فيه، وباعتبار أنه منظمة وطنية عندها تجربة كبيرة في البلاد وعندها رؤية متكاملة فيما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي. ونعتقد أنه إحنا في المجلس الوطني التأسيسي، على الأقل علي أنا كشخصية في المجلس الوطني التأسيسي، باش نحاول نأخذ كثير من الأفكار الواردة في مشروع الاتحاد وندافع عليها مع بعض الزملاء اللي يقسمون نفس الرأي. ونعتقد أنه ثم برشة أفكار ممكن تضمينها في الدستور بشكل أو بآخر. في مسودة الدستور هناك التفاف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في صيغ تعبر على أن الدولة تريد أن تتنصل من المسؤولية وتتنصل من ضمان هذه الحقوق، في حين أنه في 19 مناسبة فيما يتعلق بالحقوق الفردية والحقوق السياسية والمدنية يتم استعمال تضمن الدولة، وفي الحقوق هذه الدولة ما تضمنش، الدولة يزمها تلتزم بعدم الاعتداء، لأنه 60 سنة في الحقوق الفردية والحقوق الجماعية والحقوق السياسية الدولة هي التي اعتدت على الحرية، والدولة يجب أن تلتزم بعدم الاعتداء على الحرية. ولما نخلطوا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أي يجب الدولة هي التي تضمن وتلتزم يكون عندها فعل إيجابي، الصياغة اختلفت، ما عادش الدولة تضمن ولا الدولة تبذل مجهود، الدولة تسعى، الدولة تعمل على، وهذا ما يشي صياغة قانونية، ما يشي صياغة قادرة أن فيما بعد الرتب عليها أثار قانونية. لما يتم استعمال في حق الشغل يقول لك الشغل العمل حق لكل مواطن، تجنبوا استعمال عبارة الشغل أو التشغيل، العمل حق لكل مواطن. ما معنى ذلك يعني حرية أكثر من ما معنى هذا؟ أنك تحب تخدم برا خدم، العمل حق لكل مواطن، المواطن اللي حب يخدم يخدم، تحب تخدم برا خدم، يعني تحول الحق الذي أن تضمنه الدولة حق في التشغيل وفي فرص العمل تحول إلى حرية العمل، وهذا بطبيعة الحال التفاف كبير على الحق في العمل. نفس الشيء بالنسبة للحق في الصحة، الحق النقابي مضروب بقيود يعني فضفاضة مثل الصحة العامة والأمن العام، شو الحديث هذا على احنا كنا نتشكاو من دستور 59 اللي في كل مرة يقول لنا حرية كذا يضبطها القانون، دولة تضبطها الأمن العام ويضبطها الصحة العامة، عبارات فضفاضة غير قابلة للحصر، ما نعرفوش احنا الصحة العامة وين تبدأ وين توفى، ولا الأمن العام وين يبدأ وين يوفى، هذا يتسمى سك على بياض للسلطة التشريعية باش غدوة تخرج لنا القوانين اللي تحب عليها تضيق في الحريات كما تحب عليها تحت علة حماية الصحة العامة، تحت حماية علة حماية الأمن العام. الولوجيا المعلومة مرتبط بالأمن الوطني، ايش معناها الأمن الوطني؟ أين يبدأ الأمن الوطني وأين ينتهي الأمن الوطني؟ هذه العبارات تنم على أن من كتبوا باب الحقوق والحريات إجمالا هم أشخاص يعتقدون أن الحرية شر لابد منه. الاتحاد في كل مراحل حياة البلد كان الحسن الحسين، سواء كان في معركة التحرير، معركة البناء، بناء الدولة العصرية، وآخر ما عشناه يعني هذه الثورة وهناك لها، يعني احنا على نسب الموجة نشوف حتى في الوثائق عندما نقرأ دستور يؤسس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية أساسها سيادة الشعب وجوهرها الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة الرافضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش، في نهاية الأمر دستور ديمقراطي اجتماعي، ما صفق بجوارح يعني منسجم تمام الانسجام مع الأهداف اللي الاتحاد العام التونسي للشغل في الحقيقة إطاراته ونظريه تاريخه، الأهداف اللي حب يحققها تجسم في الجملتين هذه اللي احنا نسعى لتحقيقها ولإدخالها في إطار صياغة دستورنا الجديد. كلنا نحب دستور وفي لأرواح الشهداء
لأهداف الثورة متجه نحو المستقبل، ماهوش مرتبط ربما بالحساسيات الحزبية أو الحساسيات الشخصية، هذا كله موجود للأسف. تجاذبات سياسية كما تحدث عليها سي حسين، حيث هالأمور هذه واضحة زاد كذلك. لكن ما كل ما يتمنى المرء يقدر، ما يكفيش كونه فما إرادة، لا بد من الإرادة، لكن يلزم كذلك قدرة على تجاوز العقبات، على تجسيم التوافق بين كل الأطراف المعنية.